قريبا من هذا النهر الجاف تحاول ماكينة حفر الآبار إعادة الأمل بالحياة إلى هذا المنزل قبل أن يشد أهله الرحال بحثا عن موطن جديد. في قرى العبودة شمالي الناصرية يتجلى الجفاف والتصحر بأقسى صوره، ولم يترك خيارا أمام المتمسكين بالبقاء إلا الآبار الارتوازية. لم نلاقي أي مسؤول زار هذه المنطقة أو أنه عمليات استجابة للاستغاثة. الأهالي هاجرت، ظهرت أمراض كثيرة، الثروة الحيوانية انقرضت تماما، الحال الثروة الزراعية متوقفة بصورة تامة. نحو 150 بئرا حفر أغلبها خلال العام الحالي في مناطق شمال الناصرية، الغرض الأول لها إدامة توطين سكان الأرياف وتأمين مياه الاستخدام لهم وإرواء مواشيهم وسقي النخيل المتيبس من العطش. العمق مالته 12 متر، الانتاج مالته من 1 إلى 1.5 لتر بالثانية. نوعية المياه بالنسبة لهذه المناطق تتراوح ما بين 3000 إلى 4000 في بعض الأحيان، يعني آبار يمكن القول عنها أنها فقط للاستخدام المنزلي، هنا مقصود بالغسيل يعني وارتواء الحيوانات. ومع اشتداد أزمة الجفاف سجلت دائرة المياه الجوفية أكثر من 200 طلب لحفر الآبار في مناطق سيد دخيل وجنوبي الغراف حيث تتفاقم أزمة شح المياه. ضمان توفير المياه للاستخدامات المنزلية وبعض الأنشطة الزراعية البسيطة من خلال حفر الآبار الارتوازية آخر الحلول لتوطين سكان الأرياف حينما تصبح الهجرة والنزوح خيارهم الأصعب. من قرى العبودة شمال الناصرية، أحمد السعيدي، يو تي في.